بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل شوفان بالشوكولاتة، وجبة خفيفة طعمها حلو جدا، تقدر تاكلها في الدايت. المقادير معايا هنا: لبن دافي، عسل أبيض، شوفان، والشوفان ده اللي هو الحبة الكاملة اهو، الحبة اللي هي الكبيرة دي، ده أفضل بكتير، بيشبع أكتر. وكاكاو، وحاجة اختيار من اختيارين، يا اما فانيليا، فانيليا سائلة او قرفة. بس نقدر نحط بقى المكونات دي كلها على بعض. هنجيب شوية اللبن ونحط عليهم عسل، ونحط شوية فانيليا والكاكاو، نحط بقى الكاكاو، نحط بقى معلقة ونص كده او معلقتين كبار، هو اللي هيدي طعم الشوكولاتة، ونقلب. وبعدين نحط الشوفان. في اسهل من كده؟ الفطار ده مشبع جدا، الشوفان ده بينفش جدا في البطن، بيشبع بطريقة حلوة قوي. اوعدكم ان انتوا هتلاقوا طعمه حلو وهتحبوه، هتحبوا تفطروا بيه او تاكلوه ما بين الوجبات، عشان فعلا بيشبع وطعمه اكنك كلت حاجه فيها شوكولاته، كيك او اي حاجه من الحاجات دي. والف هنا والشفا.